كنتوا عارفين ان هم مشوا ليه؟ عارفين السبب الحقيقي ورا رحيلهم يعني؟ اه طبعا كلنا عارفين. انا عارف السبب. يعني مش عارف، مش قادر احكي لك. انا سمعت قصة رحيل حسام ابراهيم، والله العظيم انا مش بتكلم في القصة دي عشان لا سمح الله اغلط في حد، لكن من كتر ما هي قصة مهمة جدا في عالم الكورة ان التوأم الناجحين جدا في ناديهم وبتاع يروحوا للنادي منافس، هي قصة لازم تبقى عارف السبب الحقيقي وراها. فانا سمعت 50 سبب حقيقي، يعني كل واحد يجي يقول لي بص انا عارف الحدوتة 1 2 3، غير بقى التاني غير التالت غير الرابع غير السابع غير العاشر. فلو عندك بقى سبب حقيقي قول لي السبب الحقيقي وراء رحيل حسام ابراهيم من الاهلي للزمالك. بص اقول لك بمنتهى الامانه، لان انا الناس عارفه عني ان انا ما بحب الصراحه وبحب اقول اللي حصل، ما احبش ان انا لا اكذب ولا زوق الكلام ده. ماشي. الكابتن حسام والكابتن ابراهيم يمكن انا بالنسبه لي من الاثنين اللي عشرتهم في النادي الاهلي، العمر النادي الاهلي ما يجيب اثنين زيهم. مش عايز كلام، ولا مصر تجيب زيهم ولا مصر. احسن مهاجم كل حاجه باك يمين الصراحه، والله ده بجد. هم غيورين جدا على النادي الاهلي، هم تمرين بالنسبه لهم زي الماتش. هم ما بيحبوش اصلا حد يفكر ان يقعدهم احتياطي. هم يعني ما يحبش تقارنه باي لعيب تاني. الحاجات دي جواهم، الحاجات دي هي طبيعي لاي توأم. انا هقول لك على موقف ولا اتنين بالنسبه للكابتن حسام والكابتن ابراهيم، يمكن المواقف دي محدش عارفها اللي انا هقولها دلوقتي. ماشي. يمكن احنا كان عندنا لقاء اهلي وزمالك، وكان مستر تسوبل كان في الفترة دي خالد الغندور كان هو اعتبر نجم نادي الزمالك وكان مكسر الدنيا يعني. فالراجل فكر ان انا كنت بلعب مساك، فاقترح عليا فقال لي يا مشير انا عايزك الماتش اللي جاي هتلعب باك رايت. ماشي. ليه؟ عشان تقفل على خالد. طب ما في كابتن ابراهيم قال لي مالكش دعوه، هتلعب باك رايت لانك انت جسمك قريب من خالد وانت في السرعه زي خالد وانت لما بتمسك حد بتلغيه، انا عايز خالد يبقى ملغي في المباراه دي بالنسبه لي. ماشي. قلت له ماشي. خلاص، هو طبيعه الراجل لما بيجي يعمل التراي ماتش بيعمل الفرقه الاساسيه خلاص بتبقى معروفه. معروفه ده لما في الحضري، ده لما في حسام حسن، ده لما في كذا، بتبقى الفرقه معروفه. ماشي. فالراجل حط الفرقتين، وهو كالعاده انه بيطلع يتفرج في المقصوره ويخلي الكابتن احمد ماهر الله يرحمه هو اللي ينزل بالصفار. ماشي. فطبعا الفرقه الاساسيه باينه. فالكابتن ابراهيم ده قال لي تعالى يا مشير. قلت له يا كابتن. قال لي انت هتلعب ايه؟ قلت له هلعب باك رايت. قال لي ايه؟ قلت له هلعب باك رايت. هو الراجل قال لي كده. قال لي يعني ايه؟ يعني انا مش هلعب اقعد احتياطي؟ قلت له معرفش والله يا كابتن. هو الراجل قال لي هتلعب باك رايت او هتلعب على خالد الغندور. قال ماشي خلاص. فطبعا الفرقتين سخنوا، والمفاجاه بقى اللي الناس كلها مش هتتوقعها، المدرجات مليانه، والخواجه بتاعنا قاعد في المقصوره، وكابتن احمد ماهر ماسك الصفاره، والفرقتين وهو في نص الملعب بالكوره. فجوانا الكابتن ابراهيم حسن راح مسك الكره من نص الملعب قال لك محدش هيلعب. والله؟ اه والله. ماشي. محدش هيلعب. ماشي. انا احتياطي بخلص محدش هيلعب. ماشي. فطبعا الخواجه من بره عمال يندل الكابتن ماهر، ماهر بلاي، ماهر بلاي. فالكابتن ماهر عمال يقول طب العب بلاي ازاي والراجل ماسك الكوره. فهنا حصل الصدام بقى بين الراجل وبين ابراهيم. ماشي. لان ابراهيم خرج جري على الاوضه، والمدرب كان نزل وراح على اوضه اللبس بيندل الكابتن سامي. ماشي. فخرج ابراهيم وحسام جري، فخرجت وراء انا وكمونة، انا وكمونة اعتقد يعني، او انا وياسر رياض. المفاجاه بقى ان احنا دخلنا اوضه اللبس لانهم ماسكين المستر هاريس من هنا كده، والراجل اللي هيطرح هتطلع. فابراهيم عصبي. فلقينا الكابتن ثابت طبعا جه جري من المكتب بتاعه. فهدى الموقف. ابراهيم ده ما ينفعش وما يصحش، والكلام ده مش عندنا في النادي. ماشي. تتخيل بقى المفاجاه الاكبر بقى ان الراجل واحنا رايحين المعسكر ماتش اهلي وزمالك يلعبنا انا مساك ولعب ابراهيم ونكسب 2-0 ابراهيم وحسام. يعني كابتن ابراهيم لعب الماتش ده؟ لعب. خلاص رايحين المعسكر، فالراجل يعني معرفش بقى هو غير رايه او هو كان بس غير رايه ده وقال يا جماعه اقوياء يعني جوه النادي، مش قصدي اقوياء بالخناق، بس قصدي ان هم ليهم قيمتهم جدا جوه النادي طبعا. واي مدرب يبقى عنده اثنين زي حسام ابراهيم عمره ما يفكر انه حد فيهم. حلو. بس برضه بس التصرف كان غريب شويه. طبعا. بس هو داخل يعني طالع من جواه ان هو عايز يشارك في مرات اهلي وزمالك، عايز يبقى ليه دور. ماشي. وفعلا انت لو تلاحظت وجبت الجون دون في اي برنامج ليك 2-0 حسام ابراهيم، شوف ابراهيم لما يجيب الجون رايح لمين؟ رايح له هو، يعني بيقول له انت هو انا اللي انت كنت عايز تقعدني انا اللي يعني. شوف برضه الغيره بتاعته والحماس.
فهم طبعا عمرهم ما النادي الاهلي مشي ليه. طيب بعد كل التاريخ والنجوميه والبطولات والرجوع من اوروبا للاهلي تاريخ كبير يعني انت حضرتهم ليه مشوا من الاهلي؟ ما هم مشوا بقى عشان خلاص انت بقت كل حاجه بتتعرض ليها ما بتمسكش نفسك. والنادي الاهلي عندنا ما يعني ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش الكابتن صلاح سليم مثلا يصرح تصريح تقوم انت متكلم. ما ينفعش المدير الفني انت تقول له ما ينفعش اقعد احتياطي. اما تيجي تغير تشوح اما تيجي يعني برضو ما هو بالنسبه لهم طبيعي بس بالنسبه للاخرين ده مش طبيعي يعني. طبعا.